بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة محترفي أرباح الويب، مرحبا بكم من جديد. إخواني أخواتي، في الدرس السابق يعني تطرقنا إلى طريقة تغيير الموقع الخاص بنا وتهريبه وجعله بطابع يعني احترافي محض، يعني طريقة تغيير لا في الشيك أوت أو لا طريقة يعني في الشوبينج، طريقة إضافة الشخص يعني معلومات الشخصية، كل شيء قمنا بتغييره في الدرس السابق. يعني الموقع أصبح معربا 100%. الآن إخواني أخواتي، درسنا اليوم سوف يختصر على طريقة إضافة الصفحات هنا كما تلاحظون، يعني سياسة الشحن، سياسة تسليم، سياسة استبدال الإرجاع، طرق الدفع، التصل بنا، كل هذه مهمة جدا من أجل نعطي صبغة يعني ذات طابع احترافي للموقع الخاص بنا، كذلك بالنسبة للمواقع السوشيال ميديا الخاصة بالموقع، كل شيء يعني يمكنك إضافتها أو تركها. هذا فقط يعني سيكون آخر درس بالنسبة للجانب التجاري للمتجر الإلكتروني للتجارة المحلية الخاصة بنا. في الدرس يعني بعد درس اليوم سوف يكون للجانب التقني فقط، يعني تحسين الموقع من الجانب التقني، يعني السرعة والأداء. أنتم تعلمون إخواني أن السرعة في الموقع لها علاقة بعدد المبيعات، كلما كان الموقع سريع كلما كانت المبيعة مرتفعة، هناك علاقة وعلاقة ترابط جدا جدا. الآن إخواني سوف ننتقل إلى درس اليوم من أجل إنشاء هذه الصفحات وإعطائها طابع احترافي. كما تلاحظون إخواني أخواتي، هذه هي الصفحات التي قمنا نحن بإنشائها. بالنسبة لكارت، شيك أوت، ماي أكونت، بريفيت بوليسي، شوب، هذه لم نقم نحن بإنشائها، قامت يعني إضافة ووكوميرس بإنشائها عندما تقوم بتصديقها يعني تلقائيا. بالنسبة لبريفيت بوليسي سوف نقوم بتغييرها وجعلها هي سياستنا الخاصة، يعني تعريبها. سوف تجدون يعني يمكنك يعني أخذ يعني مثال، لا عليك يعني في الأول كمبتدئ خذ مثال يعني من مواقع أخرى، أو أترك لك أنا يعني بعض الأمثلة التي يمكنك أخذ عليها تغيير السياسة الخاصة بك. سوف نقوم كذلك يعني بتغيير إضافة صفحات أخرى. سوف أقوم الآن بإضافة صفحات أخرى التي سوف تكون لها علاقة بالموقع الخاص بنا. سوف أقوم بإضافة صفحة الشحن والتسليم. بمشاهدة الصفحة الشحن والتسليم. أنا فقط يعني اختصرت لك على بعض الكلمات أن تقوم يعني بإضافة، هذا فقط شرح. نقوم بالتوجه مباشرة إلى Add New Page. الصفحة هي سياسة الاستبدال والإرجاع. كما تلاحظون الآن نقوم بالتوجه إلى Add New Page.
ثم الصفحة التالية. الصفحة التالية هي طرق الدفع، ثم أعيدها طرق الدفع. كما تلاحظون إخواني أخواتي، لم يتبقى لنا إلا الصفحة الأخيرة وهي صفحة اتصل بنا. إخواني أخواتي، لكي نضيف صفحة اتصل بنا أو تواصل معنا، يجب مباشرة أن نتوجه إلى الإضافة الخاصة بويب بي فورم، وهي إضافة التي تقوم بإعطائك نماذج لصفحة التواصل مع الزوار أو التواصل مع الزبناء. هذه الإضافة يتم تسطيبها يعني تلقائيا مع الأوسين ويب بي ا كما سبق وقمنا بتسطيبها في الدرس السابق أو استسمح الأول. نقوم بالضغط على أدوان، ثم نقوم باختيار Sample Content Form. الآن إخواني أخواتي، هذا هو الفورم الذي سوف يظهر لنا. نقوم يعني بتغيير بالنسبة لدينا هنا الاسم، اسم كامل، ثم هنا لدينا الإيميل، ثم هنا نرجو ترك تعليقك، ثم نضغط على سيف. كما تلاحظ الفورم الخاص بالكونتاكت مع الزبائن او الزوار النموذج تم وضعه هنا. الان نقوم بالتوجه مباشرة الى البيج، ثم نقوم بانشاء بيج للتواصل، يعني صفحة للتواصل، صفحة يعني نسميها اتصل هنا. هنا نقوم بالضغط على زائد، ثم نقوم بالذهاب إلى ويب فورم، ثم نقوم بسيلكت الويب فورم الذي قمنا يعني بإنشائها مسبقا. كما تلاحظون يعني النموذج أصبح ظاهر الآن. يعني بالنسبة للايت كما تعودنا دائما نقوم بفول، ثم نقوم بإبعاد ببلش، ثم نأخذ نظرة على صفحة التواصل أو اتصل بنا. كما تلاحظون هذه هي صفحة اتصل بنا، يعني معربة، يعني كل بالنسبة للابيض قمنا بتعريبها. الآن إخواني أخواتي، بما أن جميع الصفحات أصبحت الآن يعني جاهزة لدينا بالتذكير، لدينا اتصل بنا، السياسة الخاصة، الشحن والتسليم، ثم لدينا سياسة الاستبدال والإرجاع وطرق الدفع. الآن يجب أن نقوم بوضعها في الصفحة الرئيسية أو في جميع الصفحات، يعني يجب أن تكون متواجدة في أي صفحة نقوم بإنشائها في الموقع، يجب أن تتواجد هنا. إذن سوف يجب عليها أن تتواجد في الفولدر. نقوم الآن إخواني أخواتي بالتوجه مباشرة إلى Team Panel، ثم My Library، ثم نقوم بالضغط على Add New My Library. My Library هي التي سوف تمكننا من إنشاء الفولدر الذي سوف يظهر فيه هذه الصفحات. نقوم بالضغط مباشرة على، تعتبر كذلك مكتبة جديدة. نقوم الآن يعني بكتابة فولدر، ثم أقوم بالضغط على Edit with Elementor، بعد أن يظهر لنا الفولدر في الإليمنتور نقوم بالضغط على سيس ستركتور، نقوم باختيار هذه ستركتور كما تلاحظون فقط لكي تعطينا يعني السنتر. نقوم بإنشاء تكس أو هايدر، أحسن أن يكون تكس. تكس إديتور نقوم بإنشاء هنا، ثم أقوم بكتابة الصفحات التي لدي
ولكي لا يكون الدرس طويلا سوف أقوم بكتابة الصفحات على هذا الشكل كما تلاحظون. لدينا السياسة الخاصة، الشحن والتسليم، سياسة الورجاء، طرق الدفع، ثم اتصل بنا. على هذا الشكل سوف تظهر. أقوم بأول حاجة سنتر، ثم أقوم أول شيء بإدخال الرواد، فأتي مثلا هنا ثم أقوم بالضغط على زر ثم أدخل رابط الصفحة، ثم أتي إلى هذا الشحن والتسليم، ثم أقوم بالضغط هنا وإدخال رابط الصفحة إلى أن أنتهي من ربط كل يعني كل كلمة السياسة الخاصة بربطها برابط الصفحة الخاصة بالسياسة الخاصة، ثم اتصل بنا ثم ربطها بسياسة بالصفحة الخاصة باتصل بنا إلى أن ننتهي من ربط جميع الصفحات. الآن إخواني أخواتي، بعد أن قمت بربط جميع الصفحات، كل صفحة قمت بربطها يعني مع الاسم الخاص بها، أقوم بالضغط هنا ثم إضافة انستركسيون أخرى. سوف أقوم بإضافة هذه الانستركسيون، ثم أقوم يعني بإضافة انستركسيون قبلها، أقوم بإضافة هذه. فالآن أقوم بإدخال هذه الصورة هنا، هي الصورة التي توضح للبيمو، أقوم بتصغيرها قليلا. كي لا تكون كبيرة جدا. الآن بالنسبة لزانستريكسون هنا، ظنني أنني أخطأ، سوف أقوم بإضافة مواقع التواصل الاجتماعي. كل موقع أقوم بوضع الرابط الخاص به، فيسبوك ثم التويتر، ثم يمكنك إضافة مجموعة من الأيقونات الأخرى، وكل أيقونة يمكنك وضع لها الرابط الخاص بها. الآن سوف أقوم بالضغط على أبديت، ثم أقوم بالرجوع مباشرة إلى الووردبريس. ثم أتي مباشرة إلى اللايوت وأقوم بفول كما العادة، ثم ديزيبل، ثم أبديت. إخواني أخواتي، باش نقوم بالعملية ديال التفعيل ديال مايلي بار يعني الفولدر ديالنا ونأكتيفيو في الموقع ديالنا، كنتاجهو مباشرة الكستمايز، وكنتاجهو عند فولدر ويد، ثم كنتاجهو مباشرة هنا سيليكت تمبليت مايلي بار. غادي نسيليكسيونو هنا الفولدر ديالنا اللي هو كنا كريينه، اللي هو اون فولدر كما كتلاحظو هنا. بعد ما كنسيليكسيونيه كيظهر ليا بهذا الشكل مباشرة. ملي كيظهر ليا بهذا الشكل كنجي للأسفل، كنقوم بتغيير اللون ديال الباكراوند باش نحصلو على واحد النتيجة اللي هي جيدة، ويظهر لنا الموقع كما كتلاحظو الآن، أصبحت النتيجة جيدة. الآن كنتجه للإعلام مباشرة وكندير بيبليش يعني سوف غاردي العمل ديالي. كما كتلاحظوا اخواني هذه هي النتيجه، يعني في جميع الصفحات ديال الموقع بالاسفل ديالها في الفولدر ديالك يتواجد لدينا الصفحات الخاصه بالموقع، السياسه الخاصه والشحن الاستبدادي، سياسه سد الارجاع، طرق الدفع، واتصل بنا. اتمنى ان يكون درس اليوم قد نال اعجابكم، اتمنى ان لا اكون قد اثقلت عليكم. اخواني اخواتي، استودعكم في الله الى الفيديو القادم ان شاء الله.